الخطة والدزة والبستة هي من أنواع فنوننا الشعبية بالمنطقة الشرقية، واللي راح نتعرف عليها للمرة الأولى في رحلتنا هذه من حول المملكة، ومثل كل حلقة ختامها مسك مع الفلكلور الشعبي. وش علامك في الأسمرانية الأسمرانية؟ لا إله إلا الله تسمح يا ولو الله الله نية ما سمع الله. وش علامك في الأسمرانية في الأسمرانية؟ السلام عليكم. لا إله إلا الله تسمح يا ولو. حييك حييك، وقف وقف حيل. اي والله يا ليت بس اسولف معك. لا اله الا الله تسمح لي يا ولو. يعطيكم العافيه يا الربع. يعافيك كل سنه بالخير. يا هلا وسهلا. خلنا بس نعرف الناس وش اللي قاعد يصير هنا. طبعا احنا الان معانا ضيفنا ابو دهام. يا هلا وسهلا. فريق الرايه الدوليه للاستعراض الشعبي. يا هلا وسهلا حياك الله. يعطيك الصحه والعافيه. يعافيك ويسلمك. انت اليوم كلمتنا يا ابو دهام، قلت لي ان يوم قلنا لك نبي نشوف الالوان الشعبيه، انت قلت لنا بنجهز لكم اليوم اكثر من لون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وهذا طال عمرك عباره عن بروفه خفيفه. ايه؟ احنا بنبدأ طال عمرك اول دخول البحاره. ايه؟ اللي عانوا اجدادنا وبهاتنا من البحر. ايه؟ بنبدأ لك بصوت النهام، وهذا اللون اسمه الخطفه، اللي اول ما يستعدون حق البحر. أيه. وكل واحد مودع هلا مودع عيال مودع زوجته يدون الخطفه. ايوه بيخشون هالبحر قدام البحر ويقعدون فيه 4 شهور 5 شهور غايبين، لا يشوفون اهلهم ولا شيء. ما لهم الا صوت النهام طال عمرك في البحر. أيه. يسمعون صوت النهمه ويتذكرون عيالهم، يعيشون معاه هلا هزيج وهالكلام اللي يقوله. وبعدين عن طال عمرك يغنون اغاني عن المحار. طيب احنا الحين بنبدا في ايش؟ بنبدا العمر بالخطفه. طيب يلا خلينا نشوف هذه الخطفه، عشان بس ارجع افهمها انه لا ودعوا اهاليهم راحوا البحر بيغيبون 4 5 شهور. نعم. يدون يقعدون في السفينه. الهدف يتذكرون. يا سلام عليك. يلا خلينا نتذكر ونشوف ايام الاولين. حياك الله حياك الله. هو يا مال يا مال يا مالي يا بلرزاق يا مالي، أنا وادعتكم بالسلام بالسلام يا ضوى عيني يوم أشرقت شمس الرياض. الصقر الصقر همه فارقه ولوح لوح بسيف منتصر، ويا نور يا نور عيني يا نور عيني مثل مرعاك رعيني. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله وعيسى ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى الهير والمحا على الهير والمحا وعلى الهير بالمنزل مبارك ويا الله بالمنزل مبارك يا الله بالمنزل مبارك. ولا إله إلا الله 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 وعلى الهير والمحا وعلى الهير والمحا ويا الله بالمنزل مبارك ويا الله بالمنزل مبارك وتوبته وما تخاف من الله وخذيت ولدي وما تخاف من الله واربع ويله واربع ويله ويبهم وما تخاف من الله وما تخاف من الله وخذيت ولدي وما تخاف من الله ويبهم يلا حجيبهم ولا إله إلا الله
الله لا اله الا 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 الله وحده وحده وحده. يا سلام يا ابو دهام يعطيكم العافيه. انا اول مره بصراحه اشوف الاجواء البحريه هذه كذا حقت اهل الخليج. تسلم لي الحبيب. فبصراحه يعني ما شاء الله لها قصه كل شيء هنا عندكم وله سبب وله هدف. اي نعم اي نعم. هذه الاغاني طال عمرك ولها هزيج اللي غنونها البحاره يقول لا اله الا الله طبعا كله في ذكر الله. وتسمع النهام يوم نهم يتذكر اهله. طيب احنا شفنا الان اللون الاول، عطنا لون ثاني. اللون الثاني طال عمرك الحين لعبنا لك اللي هو قلنا عن الخطفه اللي جات البحر. اللون الثاني بنلعب لك شفت الفرس اللي هناك نايم الفريسه بنصحيها يعني. اي بنخليها تلعب. ودائما وهذا متى يستخدمه؟ هذا يستخدم طبعا في الافراح. احنا جاهزين نجهز؟ ابشر بالسعد. خل نشوف الفريسه مع ابو دهام والفرقه. حياك الله يبا حياك الله. يا رسمر يا زين وين رحت يا الفريسه؟ يعطيكم العافيه. يعافيك ويسلمك. وش بقى يا ابو دهام بعد ما اعطيتنا الى الان؟ اللي تحب طال عمرك الحين بنعطيك البسته. البسته؟ اي نعم. وش سالفتها ذي؟ يعني اهازيج من الاهازيج الحلوه. برضو بالمناسبات؟ برضو بالمناسبات. بس انا حسيت تو ايقاع الفريسه هادي. ايوه ليش؟ عشان تلعب الفريسه. عشان تلعب؟ اي. لكن الحين؟ لو طلبت بها دازت جدك 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 ضاعت الفريسه. راحت فيها مسكينه. طيب واللقاء اللي اليوم بنلعب ايش كان اسمه ذكرني؟ هذا البسته. البسته البسته والبسته هذا كيف يقع اسرع من الفريسه؟ اسرع من الفريسه ويستخدم بالمناسبات وبرضه بالمناسبات. طيب. اول شيء بنعطيك الزفه. الزفه الخليجيه زي يعني المعرس بيروح عند زوجته. ايوه. وبعدها بنعطيك البسته وهذا اللي يصير كذا يعني بالزواج تبدا بالبسته بالزفه بعدين البسته نسميها الدزه. الدزه يعني العريس يبي يدزك بين الدوار. يلا امور طيبه بدون وبعدين طلعوا في البسته. يلا تفضل. لا اله الا الله يا صاحب الجودة يا صلوا على منو درس عودة.
هذا اسرع كان ابو دهام. اي نعم هذه الدزه. هذه الدزه. اي نعم. الحين باقي؟ باقي البسته. البسته. اي نعم. وش تفرق عن الدزه؟ تفرق هذه طاحه سريع. اللي هي الدزه. اي وهذا فيها زفه عريس، لازم الناس كلهم يفرفشون. اللي توه لسه يدخل القاعه. اي نعم يعني اللي قط لك الريحان واللي قط لك الورد واللي قط لك واللي قط لك. هذه الى الان موجوده تستخدمونها؟ موجوده دي. الى الان. الى الان طبعا. في الاعراس والمناسبات واجده الوانكم الشعبيه بالشرقيه. ما تنعد ولا تحصى صح؟ بس لكن احنا اليوم نقينا يمكن الابرز اللي اشتهرت. الله الله يعني الاشياء اللي باقي لنا اللون. عندنا الوان بس لون هذا بعطيك اياه البسته ان شاء الله. البسته. البسته هذا ذكرني اللي هو بعد الزفه اللي هو بعد الزفه. ايوه 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 يجيك بالتدرج. طبعا كل منطقه في السعوديه تختلف العرض عن الثانيه. عندك العرض السعوديه اللي هي النجديه، عندك عرضه الجنوب، عندك عرضه جده، عندك عرضه الدواسر، عندك عرضه الشرقيه. سبحان الله كل الناس تفترق العرضات حقتهم. سبحانه. ايه لكن الحين بنأدي ان شاء الله. ان شاء الله بنديك البسته ان شاء الله واللي تعمل فيه ان شاء الله بنصور. ما قصرت والله يا بتهام. اذا البسته الحين. البسته الحين. يلا. ويا ليلى دانا لدا يا ليلى دانا ويا ليلى دانا لدا يا ليلى دانا ويا ليلى دانا لدا يا ليلى وويلا يا ليلى. يعني بصراحه اللي اقدر اقول لكم اياها جولتنا باستكشاف المنطقه الشرقيه الدمام والخبر كانت عالي العال بل من اجمل ما يكون. تعرفنا سوا على فلكلورهم الشعبي الثري اللي موجود في منطقة الخليج، تعرفنا كمان على موضوع الأكل الشعبي اللي موجود اللي كان بصراحة من أشهر الأطباق اللي أكلناها بالربيان المربين، وكمان طبعاً أخذنا الجولة السياحية بالمسار السياحي، تعرفنا على ميناء الملك عبد العزيز اللي هو ميناء الدمام، شفنا سايتك، سوينا لنا كم مغامرة، شفنا البحر والكورنيش، يا سلام على هالجولة، وصلنا لنهايتها صحيح لكن الأكيد المرة الجاية مشوار جديد حول المملكة.